جائحة كورونا أزمة باطنها اقتصادي وظاهرها صحي، فيروس بين ليلة وضحاها اكتسح العالم بأسره، مخلفا بذلك أمراضا نفسية كالرعب والقلق والاكتئاب. لدى مواطنين أبوا إلا أن تكون المصحات النفسية ملاذهم الوحيد لتجاوز الأزمة، فاختلفت الأعراض باختلاف القصص. كانت أعراض كثيرة، من أنني ولا عندي الخوف من الخروج للعالم الخارجي، أنا ولات الحرية ديالي مقيدة، وليت كنقول احنا كنا في عالم السلم ولا دابا عندنا عالم الخوف. ومن الاعراض اوسي اننا ما بقاش عندنا هذيك الاطمئنان والطمانينه الداخليه اللي كانت عندنا. الاعراض اللي جاني الوسواس، ما قدرتش نخرج من الدار، كنت كنفكر خايف نضر عائلتي محيطي في الدار. وصلت لواحد ان سيغتان مومون اللي داك الوسواس وصل لي باش نبقى في الدار، مغلق على راسي، وصلت للديبرسيون كبار بزاف باش خلاني نوصل لواحد ديبرسيون اللي فريمون تكبرات باش ندخل هاد الكلينيك. هاد مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأطر الطبية داخل مصحات الأمراض النفسية، حيث يحرصون على العمل ليلا نهارا من أجل مساعدة المرضى على تجاوز غمامة المحنة. تواردوا علينا بزاف ديال حالات القلق من بعد هاد الجائحة هادي، القلق بخصوص انهم الناس يتعادوا من المرض، ولو كيغسلوا يديهم بزاف، ماشي داك الغسيل العادي ديال خوفا من المرض، ولكن ولا ركبهم وسواس قهري. دوك من الامراض النفسيه اللي شفناها من بعد كورونا، اضطرابات في النوم، حالات قلق، حالات اكتئاب، حالات وسواس قهري، ايتا دو ستريس بوست تروماتيك، لان هذه حالات قلق من بعد الصدمه، فاش الانسان كيشوف حياته بحال قربت للموت ونجا منها، واخا كينجا منها فيزيكما، ولكن بسيكما تيبقى عنده واحد الضرر. المرضى اللي كيجيو عندنا للمصحه يعني كنتعاملوا معاهم بصبر، وخاصه نحسوهم كانهم جايين كعائله، ماشي نحسهم كانه مريض نفسي. ديما كنتعاملوا معاهم بصدق وكنحببوهم لينا، يعني ماشي غنهزروهم ونقول لهم سير تبريك وسير حاجه، لانه ديجا هو مسكين الحاله النفسيه كيعاني، ولكن حنا خصنا دائما نكونوا القدوه لهم. داخل هذه الغرفة يجد المرضى ضالتهم في مزاولة أنشطة متنوعة كالرسم والرياضة وغيرهما من باقي وسائل الترفيه. رغم معاناتهم النفسية داخل أسوار المصحات بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، بيد أنهم لا زالوا ينتظرون ما يبشرهم بالعودة إلى حياة ما قبل كورونا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.